السلام عليكم، نتمنى تكونوا ان شاء الله بخير وعلى خير. وانتم ما كتشوفوا هذا الفيديو فكيف ما كتعرفوا عيد الفطر قرب، فهو طبعا معروف كنعملوا فيه كنوجدوا فيه الحلويات هيدا لفطور الصباح. كنتمنى ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو وانتم في احسن الاحوال. اليوم غنعمل معكم ان شاء الله فقط طبعا على حق وطريقو جميع الاسرار، كذلك المبتدئات غادي ينجح معاهم. السر الاول باش ما تطقطقش معكم في الفران، السر الثاني باش ما يتفتتش معكم ملي تكونوا كتقطعوه. شوفوا ما شاء الله الحبات ديالو كيفاش عاملين، كيجي ناجح من اول يعني تجربه. طبعا غادي نخليكم ان شاء الله مع الفيديو، تبعوه من الاول حتى النهايه. ما تنساوش طبعا البارطاج، وكذلك اللي جربته تكتب لي في التعليق. وما بقى لي اختي نقول لكم غادي نخليكم ان شاء الله مع الفيديو وطريقه التحضير. فبالنسبه للمقادير غتكون ان شاء الله مقادير مميزه اليوم، غتكون على ما اظن اول مره في اليوتيوب واحد يعني الفقاس اللي صراحه ولا اروع. عندي هنايا كاس عنبه ديال السكر، كاس عنبه ديال الزيت، اربع بيضات. بالنسبه اللي بغى تضاعف المقادير كتضاعفوا. عندي هنايا نص كاس او لا عفوا كاس الا ربع من الزنجلان كيكون طبعا غير محمص. عندي هنايا 8 غرام ديال الخميره الكيماويه، اللي بغات تضاعف المقادير كتضاعف كذلك الخميره. عندي هنايا كيسين من الفانيليا، اللي تقدر اللي ما عندهاش تقدر تعمل غير وحده. عندي هنايا طبعا كاس، نفس الكاس اللي عبرنا به الزيت غنعبروا به كذلك اللوز. كيف ما كتشوفوا غسلته جيدا، خليته تقريبا 21 دقيقه في الماء واستقطرته. هكذا منو كيرطب معنا، منو كياخذ لنا يعني منو كيرطب، منو كيتحيد له ديك الاتربه اللي كتكون فيه. يعني معلقه كبيره ديال اليانسون، معلقه كبيره ديال النافع، يعني حبه حلاوه، معلقه حبه حلاوه ومعلقه ديال النافع. وعندي هنايا قطيره ديال المزهر. بالنسبه للمزهر صراحه تلالي، نتوما كتعملوا نص كاس ديال المزهر. والمميز هنايا غادي نستعملوا الخليط ما بين الدقيق الابيض يعني الدقيق ديال الفرس، وكذلك الدقيق ديال القمح الكامل يعني الدقيق اللي كيكون الدقيق الكامل. فغندوز ان شاء الله لطريقه التحضير. البيض بالنسبه للبيضه الثالثه الصفار غنحتفظ به. بغيتو تعملوها لكم ولا كتعملوها، بغيتو تعملو فقط الصفار عفوا البياض وتحتفظوا بالصفار للدهن كتعملوا بحالي انا، سينو كتكونوا مضطرين انكم تعملوا بيضه اخرى للدهن. يعني كيف ما كتشوفوا عندي ثلاثه ديال البيضات، ناقص طبعا منا صفار بيضه غنخليوها للدهن. ها انتما كيف ما كتشوفوا معايا غنخليها على جنب. نجيب السكر هنا، الفرن كيكون طبعا مطفي ما كيكونش سخون، ما كنشعلوش الفران حتى كنوجدوا الفقاس ديالنا. هنا غادي ندير الفانيليا، ندير كل شيء في دقة واحدة. هانتوما الشمر واليانسون أي حبة حلاوة أو النافع. غادي نضيف الزنجلان، كل شيء ماشي محمص معانا. غادي نضيف الزيت، كل شيء كل شيء كل شيء في دقة واحدة. غنضيفو اللوز اللي سبقنا فقدناه تقريبا 20 دقيقة في الماء. هكذا غادي نضيف ديك الجغيمه ديال ماء الزهر اللي عندي، نتوما كتعملوا نص كاس ديال ماء الزهر، انا هادشي اللي عندي نكتفي فقط بهذا المقدار. ثم غادي نضيفوا الخميره الكيماويه كيف ما قلت لكم 8 غرام. القمح غادي نخلط كلشي باليد. عندنا الكمية ديال الدقيق الأبيض كتكون غالبة على الكمية ديال الدقيق يعني الأسمر. نبداو هنا، عملت تقريبا 500 غرام ديال الدقيق الأبيض، ثم غادي نكملو بالدقيق الأسمر يعني دقيق القمح الكامل.
اللي بغات تخدمو طبعا فقط بدقيق القمح الكامل فبالامكان ديالكم تخدموه. انا عملت نص نص كيجي احسن لاني سبق لي جربت الوصفه ونجحت معايا تقريبا هذه شهر ونصف قبل رمضان. جا صراحه ولا اروع، قلت علاش لا غادي نبارطاجيه معاكم. صافي كتعملوا 500 غرام ديال الدقيق مضبوطه، من بعد كتكملوا بالدقيق الاسمر. هانتوما بالنسبه للدقيق الاسمر سميتو فايتسن فولكون ميل، غير جربوه على ضمانتي كيعطيها واحد المذاق رائع 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 جدا، غير جربوها وردوا عليا. صافي كنبقاو نضيفو. فغسلت اليدين ديالي من العجين، ضروري جدا هاد العمليه باش كنعرفوا واش العجين ديالنا حقا كيلتصق ولا اليدين ديالنا اللي كيلصقوا. صافي كيف ما كتشوفوا معايا ما شاء الله العجينه كيفاش عامله، غير جربوا هاد الطريقه ها هي وردوا عليا. هاد الطريقه ها هي غادي نقول لكم صراحه كيفاش حتى طاحت لي الفكره انني نعمل الفقاس بدقيق القمح الكامل. هذه قبل كيف ما قلت لكم قبل رمضان تقريبا هذا بشهر جيت نعمل الفقاس، وسبحان الله ديما عندي انا كيكون عندي مكونات ديما موجوده في الدار، يعني الطحين السكر وهذا، وسبحان الله تشهيت الفقاس وكان صافي الليل، يعني شكون غادي يمشي يتسخر لي. صافي كان عندي شويه ديال الدقيق الابيض تقريبا نصف الكميه يعني ما كملاش كيلو، وعندي يعني صافي بديت كنعمل المقادير وما لقيتش الطحين، تصوروا معايا ما لقيتش الطحين، وصافي اضطريت انني نعجن يعني نكمل بالدقيق القمح الكامل، وسبحان الله يعني النتيجه جات روعه جدا. لذلك قلت علاش لا نبارطاجيها معكم، ضروري ضروري نبارطاجيها معكم. هانتوما باقي كيلصق واحد شويه، ما خصوش يكون كيلتصق في اليدين. بسم الله العجينه ديالكم صافي، بسم الله على بركة الله. واحد جوج وثلاثة. فبالنسبة للبوطة راه ممسوحة ومعقمة جيدا، حكاها بالليخية، عطيتني الليخية هني كلوريكس يعني ما ديال جافيل، ومسحها 100 مرة بلا ما يجيو شي منتقدات يقولوا لي الميكروب بكتيريا، هذا راه ممسوحة ومعقمة جيدا. غادي ناخذ واحد ورق الزبدة ضروري جدا، السمنه كيف ما كتشوفوا معايا، غادي نزيد نقرب لكم. شفتوا شي حبه ديال 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 اللوز كتدخلوها، هانتوما كتدخلوها بالملا هيدا. صافي بنفس الطريقه كنعملوا حربول ثاني، وكل ما خرجت لوزه كندخلوها هكذا باش ما تهرش معنا الفقاس، والفران طبعا بارد. نحاول نعدل الجوانب. صافي كيف ما كتشوفوا كل ما خرجت شي لوزه كتدخلوها بالاصبع ديالكم وكتشدوا للعجينه هكذا بطريقه سهله، وصافي حتى كنساليو جميع الحرابل اللي عندنا. كيف ما كتشوفوا معايا بالنسبه لديك الصفار بيضاء غادي نعملوا ليها قطرات من الخل هذا الشكل ها هو، وقطرات من الحليب، وغادي نضيف لها شويه ديال الكاكاو الخام هكذا. في هذا هو الفقاس اولا هذوما الحرابل ديالنا، ضروري كتخليو مسافه ما بين كل حربول وحربول هذا الشكل ها هو، ونعملو المويه واحد الضغطات خفيفه بالنسبه للفران. كيف ما قلت لكم ما شالش نهائيا،
كنشعلوه على حرارة متوسطة، ماشي 180 درجة وإنما 120 درجة، يعني الحرارة كتكون هابطة، مهم تقريبا ما بين 100 و130 درجة. دونك وغادي نبدا نعمل الخطوط اللي كتكون طبعا معروفة بها الفقاس المغربي. الظهر ديال الشوكة وماشي الوجه ديالها، يعني من اللور كتكون مقلوبة. تاوش نجيبو واحد الشوكة، ماشي الكيردون وإنما الشوكة بهذا الشكل، ها هو كنعملو فيه الثقوب. باش ما كيترتقش معنا في الفران، هذه العملية كنعملوها ثاني هي ماشي الأول، كتبدا عملية الدان ثم الرجل ثم عملية التصبغ في الآخر وصافي. كتبقى هذه هي الصينية اللي غادي تدخل إن شاء الله الفران تقريبا 45 حتى ساعة، كياخذ معنا الوقت لأنه كتكون النار مهيلة مهيلة. وصافي بقاو معايا إن شاء الله حتى تشوفوا كيف غادي يكون إن شاء الله الطريقة ديالو ديال التقطاع. وها انتما ما شاء الله تبارك الرحمن، شوفوا معايا الفقس ديالي صافي، غادي دابا هو باقي سخون 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 صافي، ما تحاديوهش وهو باقي سخون ما كتقطعوش نهائيا. انا غادي نخليه ان شاء الله حتى الغدا. دابا حنايا عندنا 12 ديال الليل، شنو غادي نعمل؟ غادي نغطيه بمنديل دابا هكذا، غادي نخليه يبرد واحد شويه وغادي نعملوه في بلاستيك غذائي حتى الغدا ان شاء الله وغادي نقطعه. السلام عليكم مره ثانيه، اليوم نهار جديد كيف ما كتشوفوا، هذا هو الفقس ديالي ولا الكميرات من بعد ما خليته ان شاء الله ليله كامله بات. كيف ما كتشوفوا معايا عملت له واحد الميكه اللي كتكون طبعا منقيه، وواحد السكين اللي كيكون طاحن طبعا ولا كيكون سكين مسنن، ضروري ضروري ان هاد العملية، يعني الشرط الاساسي خصو يكون السكين طاحن، ما يكونش يعني حافي. كيف ما كتشوفوا معايا ما تستغربوش، هذه هي طاحت لي البارح من يدي هنا فوق البوطاجين وهي باقي سخونة. ردوا البال كيكون سخون، هانتوما تقسمت لي على جوج، شوفوا ما شاء الله راه طايب. صافي كيف ما كتشوفوا هذا هو الشكل ديالو، وغادي نستمر ان شاء الله في التقطاع وغادي نعمر الصينيه على 180 درجه كتحمر. غنقول لكم ان شاء الله بقوا معايا تشوفوا طبق التقديم النهائي. هذا الشكل ها هو، حتى كياخذنا لون ذهبي كتقرمل معنا وكنخرجوه. ثانية عفوا نديروها صافي. كيف ما كتشوفوا معايا الفقاس ديالي طاب ما شاء الله، كيجي مقرمل ومقرمش اللون، لون ذهبي، شوفوا معايا ما شاء الله، يعني ناجح مليون في المية. اذا عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تخلوش طبعا بلايكات ديالكم والتعليقات ديالكم. وقال اخوتي لا نقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.